كمان على الهاتف دكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية. مساء الخير يا دكتور. في البداية يعني طبقا للهيئة الدولية البريطانية لتقييم التخصصات الأكاديمية والجامعات، تصنيف جامعة الإسكندرية كان متقدم عن كل مرة، يعني ترتيبها جاء 318 على مستوى العالم. إيه اللي ممكن تكون بتقدمه الجامعة عشان ترتيبها يتقدم على المستوى العالمي؟ مساء الخير يا فندم. الحمد لله يا فندم، أهلا بحضرتك. احنا الجامعه عملنا القواعد الجديده عشان نشجع شباب الباحثين والباحثين في جامعه اسكندريه ان هم ينشروا في مجلات مرموقه عالميا ويكون لها رانك، وهو ده الحقيقه من ضمن الحاجات اللي احنا عملنا حافز ماديه للي ينشر في اعلى 50 مجله في كل مجال، لحافز ماديه كويسه بحيث ان احنا نقدر نرفع الرانك بتاع الجامعه. بالاضافه الى التعاون مع ابناء جامعه اسكندريه موجودين في الخارج، في تعاون كبير ما بين ابناء جامعه اسكندريه موجودين في الخارج، علمائنا الموجودين في الخارج بيشتغلوا في جامعات عالميه، وعلمائنا الموجودين في الداخل في تعاون كبير جدا موجود بيننا وبينهم، وحطينا مجموعه من الحوافز برضو للي بيتم التعاون مع احد ابناء جامعه اسكندريه او حتى المصريين الموجودين بصفه عامه خارج جامعه اسكندريه موجودين في الجامعات العالميه. حطينا برضو حوافز ماديه وحوافز اخرى للسيادة الباحثين عندنا علشان يتم التعاون مع العلماء في الخارج. ده كل ده بيرفع من رانك جامعه اسكندريه، بالاضافه الى المشروعات اللي موجوده في جامعه اسكندريه المموله من الاتحاد الاوروبي، عندنا في اراسموس واراسموس بلس وهورايزون 2020، في مجموعه كبيره جدا من المشاريع المموله من الاتحاد الاوروبي، بالاضافه طبعا المشاريع المموله من الاس دي اف صندوق العلوم والتكنولوجيا المصريه. بيمول برضه جزء كبير جدا من الابحاث في جامعه اسكندريه. ده ادى الى زيادة الأبحاث بتاع جامعة اسكندرية المنصورة عالميا، وبالتالي حصل تقدم في الرانك بتاع جامعة اسكندرية. ألف مبروك ويا رب دايما اسكندرية في تقدم. ممكن أستغل وجود حضرتك معانا وطمنا على محافظة اسكندرية لأنها بلدي أولا، يعني بعد الحادث النهاردة هل الدنيا بأمان؟ احنا عارفين في خطة تصويتية في محافظة اسكندرية لا يستهان بها، وأكيد وجود عدد كبير جدا من السلفيين زي ما حضرتك عارف، يعني اسكندرية وعارفة إن في عدد كبير جدا من السلفيين لا يستهان به موجود في اسكندرية، فده حائط صد بيحول دون تقدم العملية الانتخابية. هل اسكندرية بخير يا فندم ولا في أي قلق بعد الحادث النهاردة؟ لا يا فندم، اسكندرية بخير والأوضاع رجعت زي الأول بالظبط، والناس ماشية في الشوارع، ما فيش أي قلق في الشارع، بل بالعكس الحادثة اللي حصلت النهاردة زودت من إصرار الناس على أنها تنزل الانتخابات إن شاء الله وتأدي دورها الانتخابي، والأوضاع رجعت زي ما كانت قبل الحادثة مباشرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.